متابعي الكرام، صباح الخير. مع حضراتكم بهجة أبو ضيف، ومنقدم من حضراتكم حاليا بس مباشر من أعلى طريق الدائري يرصد حركة المرور في الاتجاهين، سواء الاتجاه القادم من منطقة المروطية والهرم والمتجه إلى منطقة الوراق وإلى باقي المناطق الأخرى أو الاتجاه الآخر. صباح اليوم السبت، وأيضا نتعرف على حالة الطقس التي توقعتها هيئة الأرصاد الجوية أن تسود خلال اليوم. هنا حالة من الاستقرار والسيولة في حركة السير بيشهدها الطريق الدائري في الاتجاهين، وسط انتشار لرجال الإدارة العامة للمرور وتنظيم حركة السير ومواجهة وإزالة أي عوائق من شأنها التأثير السلبي على حركة المرور، خاصة في ساعة الذروة الصباحية والتي قد تشهد بعض الكثافات والتكدسات في حركة السير. ولكن زي ما حضراتكم شايفين حاليا بيشهد الطريق الدائري في الاتجاهين حالة من الاستقرار والسيولة وبيحرم من أي تكدسات مرورية صباح اليوم السبت. تتابع الإدارة العامة للمرور كافة الطرق والمحاور من خلال عدة وسائل، أبرزها كاميرات المراقبة المثبتة بتلك الطرق، بالإضافة إلى نشر دوريات مرورية متحركة لسرعة الاستجابة لأي بلاغات متعلقة بحوادث التصادم للحفاظ على حياة المواطنين وأيضا الحفاظ على السيولة المرورية بتلك الطرق، بالإضافة إلى انتشار ضباط وأفراد الإدارة بكافة الطرق لتنظيم حركة السير. وأيضا رصدنا صباح اليوم انتظام حركة المرور بطريق اسكندرية الزراعي في الاتجاهين، سواء الاتجاه القادم من الأقاليم ومدينة بنها والمتجه إلى القاهرة أو الاتجاه الآخر. الحالة المرورية بطريق اسكندرية الزراعي خالية من أي تكدسات في حركة السير على بعض الكثافات البسيطة المحيطة بعمال التوسعة والإنشاء التي يشهدها الطريق الدائري بنزلة اليوب، وسط انتشار لرجال الإدارة العامة للمرور تنظيم حركة السير بتلك المنطقة. ووضع حواجز وإشارات تحذيرية لتنظيم حركة المرور. وعن حالة الطقس التي توقعتها هيئة الأرصاد الجوية أن تسود اليوم السبت، فتوقعت هيئة الأرصاد انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة، يسود طقس حار على القاهرة الكبرى وأيضا على الوجه البحري والسواحل الشمالية. كما توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس شديد الحرارة على جنوب الصعيد وعلى جنوب سيناء. وعلى الطقس ليلا، فتوقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس معتدل على كافة الأنحاء مع وجود نشاط للرياح، وهو ما يخفف الإحساس والشعور بارتفاع درجات الحرارة. يعني زي ما حضراتكم شايفين حاليا حالة من الاستقرار والسيولة في حركة السير على طريق الدائري في الاتجاهين، سواء الاتجاه القادم من منطقة المروطية والمتجه إلى الوراق وإلى باقي المناطق الأخرى أو الاتجاه الآخر. الحالة المرورية على الطريق الدائري مستقرة وخالية من أي تكدسات في حركة السير. إن شاء الله هنتابع حضراتكم بكافة الأخبار المتعلقة بحركة المرور وحالة الطقس على مدار الساعة، وشكرا لحضراتكم.